افتتح نائب رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم للشؤون الفنية رئيس لجنة المنتخبات الوطنية السيد علي بن أحمد البعينين دورة تدريب للياقة البدنية للمستوى الآسيوي الأول التي تنظمها اللجنة الفنية بالاتحاد تحت إشراف من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والتي تستمر حتى 10 من شهر ديسمبر الحالي في قاعة المؤتمرات ببيت الكرة البحرينية. ونقل علي البعينين تحيات وتقدير رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم للمشاركين. ويقدم الدورة المحاضر الدولي والآسيوي الأردني محمد ذيابات في حين يشارك فيها 23 مدربا وطنيا ممن يحملون شهادة التدريب الآسيوي للمستوى بي التي تشترط للمشاركة في الدورة، وتعتبر هذه هي الأولى من نوعها التي تقام على أرض مملكة البحرين بتنظيم من اللجنة الفنية عبر إدارة التدريب والتطوير التي يشرف عليها مدير الإدارة عابد الأنصاري ومنسق الدورة يوسف النعيمي. سعيدين بأن الاتحاد البحريني لكرة القدم يستمر على عقد الدورات التأهيلية لترفع كفاءة المدرب البحريني، ودورة اللياقة البدنية المستوى الأول هي واحدة من الدورات المهمة اللي نراها يعني مهمة في الجانب الإعداد اللاعب من الجانب البدني، وكذلك يعني تزويد الأندية ودعمهم بالكفاءات اللي تحمل هذا الجانب من تخصص في هذا الجانب. الكل يدرك أهمية اللياقة البدنية في أداء تطور والارتقاء بمستوى كرة القدم، وهذا يبين واضح وجلي في 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 أداء الدول اللي سبقتنا في هذا الجانب. ونعتقد إحنا اليوم علينا أن نستفيد من هذه التجربة ونتجه في اتجاه اعداد اكبر قدر من المدربين المؤهلين القادرين على اداء هذا الجانب المهم من كره القدم، ان كان على مستوى الانديه ومن ثم يعني استقطاب الكفاءات الافضل للعمل في المنتخبات. قناعه الاتحاد البحريني لكره القدم في عقد هذه الدورات جاي يعني قناعة كبيرة وتامة في أهمية تطوير الكادر الفني المرافق للمنتخبات أو العامل مع المنتخبات، اللي هو بالنهاية بيلغي بضلالة على أداء الفني العام لكرة القدم في البحرين. ما أثلج صدورنا هو وجود عدد كبير من المدربين أصحاب الخبرة أو اللي قضوا فترة مناسبة في فترة التدريب انهم يكونوا اليوم جزء من هذه الكادر اللي راح ياخذ الدورة، وهذه لمؤشرات ودلالات بان يعني من تقدم لهذه الدورة يدرك اهميتها. طبعا دي الدورة احد الدورات اللي تقيمها إدارة التدريب والتطوير، وهي حقيقة نهاية الدورات اللي موجودة كانت ومنحطة في الرزنامة ل 2014. طبعا بدينا من بداية السنة لدورات كثيرة، وهذه دورة اللياقة البدنية المستوى الأول وبداية لتأهيل المدربين حقيقة في التخصصات منها الحراسة والصالات والشواطئ، وهذه دورة اللياقة البدنية. طبعا هناك كم كثير من المدربين الوطنيين متواجدين في الدورة هذه، وإحنا في النهاية ركزنا نأهل المدربين المتواجدين في المنتخبات الوطنية، لأن هي في النهاية هي باكورة لعمل الأندية الوطنية. طبعا دي الدورة اللياقة البدنية فيها ضوابط، طبعا من خلال تأميم رحل الأندية وترشحت الأسماء من خلال الأندية، وكل نادي كان يرشح واحد طبعا، وضوابط طبعا لازم يكون ان المدرب تكون عنده شهاده الليفل البي الكوتشنج الاساسيه التدريب. طبعا هناك 23 مدرب، واحنا نامل في ال 23 مدرب هذين اللي متواجدين في دوره اللياقه البدنيه المستوى الاول انهم يكونون ياخذون اللي استفادوا من الدوره هذه يطبقونه من الانديه، وبالتالي هم بعد حتى العلم اللي استفادوا منه هم يوصلونه للمدربين الباقيين. طبعا الليفل الثاني طبعا هو لازم تكون في سنتين ويمارسون في سنتين دي العمل
وهناك يكون تقييم من الإدارة نفسها في الاتحاد، بالإضافة أن تجينا تقارير من الأندية عن المدربين شنو عملهم، ويكون هناك في سجل كتاب لسنتين من خلال عمل مستمر للمدربين الوطنيين اللي راح يأخذون دي الدورة طبعاً.